وانا الحزين على خروج ريحان ابو رجيله. ريحان ابو رجيله من الشخصيات المحترمه جدا، ابن نادي الزمالك، ابن العظيم كابتن ابو رجيله، رغم انه ما كانش معانا في القائمه، ولكنه عشان ابن النادي اندمج ودخل في بطاقه مجلس اداره، ساهم بجهد كبير جدا معانا، مؤدب محترم، اخلاق، تعاون مع مرتضى منصور والزملاء على طول، كان قاعد معايا وبنستشير في كل حاجه وبيستشيرنا، يمكن سلمناه ملف الالعاب الجماعيه في الاخر، والحمد لله كان عامل مجهود يكفي ان هو كانش داخل لظروفه الخاصه، واصر ان هو يطلع رئيس بعثه، وكنت انا اكتر اول واحد عارف ان هو مش هيخش، ولكن فضلنا مع بعض نتكلم في التليفونات وكمل واصر لغايه ما الحمد لله خدنا بطوله افريقيا الهاندبول، حاجه تحسب ليه. بقول ان شاء الله ربنا يوفقه، بقول دخول اسماعيل يوسف بالنسبه لي فجاه، لان عمري ما كنت اتخيل اسماعيل يوسف نجم، اللي كنت بعلق صور في اوضتي نجم كاس العالم، ابن اخو المرحوم الكبير ابراهيم يوسف الغزال واخو سيد يوسف، عمري ما كنت اتخيل ان هو يسيب المستطيل الاخضر باي طريقه، ولكن اسماعيل يوسف اضافه سعيده، اسماعيل يوسف شخصيه كويسه، اسماعيل يوسف لما اتكلم على واحد لعب لنادي الزمالك وما لعبش لاي نادي تاني وما يقدرش يسيب في نادي الزمالك حاجه تشكر، يشكر عليها. فبقول يا رب يوفقنا وان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. انا مش جايب واحد من بره، انا جايب اسماعيل يوسف. اللي عايز يسمع اسماعيل يوسف يتفرج على الدوريات اللي خدها، اسماعيل يوسف اللي خد الكؤوس، اسماعيل يوسف خد بطولات افريقيا، اسماعيل يوسف اللي خد السوبر افريقي، اسماعيل يوسف اللي كان بيعتمد على جوهر العظيم، اسماعيل يوسف اللي كان في كاس العالم، اسماعيل يوسف ابن نادي الزمالك، اخو ابراهيم يوسف الغزال، كل حاجه دي من تشفع له. علاقه اسماعيل يوسف بينا مش علاقه تلعب بس، علاقه شخصيه، علاقه محترمه. هو موظف في نادي الزمالك، ضغطنا عليه بننقله من مكان لمكان وهو بيصر بيقول حاضر، ده الحب النادي الزمالك، عمره ما قال لا، عمره قال انا وانا اللي اقعد ناشئين لمدير كوره لمدرب، بيتكلموا عليه ان هو بينقل كل حاجه لمجلس الاداره. اي حد انا عايزه يقول لي اي حاجه لازم يقول لي انا مجلس الاداره، اي حاجه عايز اعرفها انا الراجل، احنا المسؤولين، ما فيش اي حاجه صغيره ولا كبيره غير لما اكون لازم اعرفها. انا اولا بعيد عن الكوره، اما اعمل ايه؟ لازم بلاش اسماعيل، اي حد، اي لعيب، اي مدرب، اي اداري عايز يقول لي حاجه هيقولها لي، واي حاجه عايز اعرفها اعرفها. هو انا رئيس مجلس اداره ونائب رئيس وعضو اعضاء مجلس اداره، اي حاجه عايز اعرفها. هو لما اقول لاسماعيل يوسف اديني اسماعيل يقول لي ايه اللي حصل في الفرقه، هيقول لي لا معلش مش هقول لك، ازاي يعني. لكن انا زعلان على 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 الهجوم اللي كان عليه، ما يستحقش كده. كلنا بنخطئ وكلنا لنا ايجابياتنا وسلبياتنا، ولكن مش مساله الاخطاء الكبيره قوي اللي تقابل الهجوم دي. فلكن هو طبعا في بعض المواقع للاسف وبعض اللي هم ظلموه، وانت عارف في مصر كلمه بتطلع بتتداول من واحد لواحد، محدش بيدور على 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 اصلها.